أختنا الفاضلة الست أم أحمد متعودة كل سنة إنها بتذبح، فبتقول زوجها توفاه الله وهي ما بقتش تذبح، لكن هي كانت معتادة إنها بتذبح. الحالة ما بقتش زي الأول، فبتقول هل علي إثم، هل علي كفارة؟ المختار للفتوى زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده إن الأضحية سنة مؤكدة على القادر، سنة مؤكدة على القادر، يعني اللي يقدر يعملها هيثاب، واللي مش هيعملها لا يعاقب على تركها. طيب هل أنا علي كفارة؟ لا كفارة على من تركها ولو كان يفعله، لا كفارة على من تركها إنه كان بيذبح كل سنة ومش قادر ولم يفعلها يا صاحبة السؤال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك الأعمال اللي بنعملها وأنه يتقبل ويغفر ويرحم.